بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرسال الإعلامية من خلال مبادرة جلسة مطعم برنامج كريم العرب، احنا موجودين اليوم في مجمع بوابة جدة الاقتصادية أو باب جدة اللي هي مجموعة إعمار. حنشوف بعض العروض العقارية اللي موجودة متوفرة عندهم، وكمان حيكون لنا جلسة إن شاء الله في أحد المطاعم والمقاهي اللي في مركز إعمار أو بوابة جدة الاقتصادية. نشوف مركز المبيعات عندهم، ونشوف الفلل والشقق المطروحة. هذه هنا صالة المبيعات الرئيسة في مركز إعمار. نستكمل جولتنا في شبكة مرسال الإعلامية على الصالة الرئيسة الخاصة بالعروض العقارية في مجمع إعمار. هذه بعض المجمعات الموجودة في مركز إعمار. هذه دبي الجديدة. شبكة مرسال الإعلامية، وهذا الجزء الأخير من تغطيتنا لجميع الماكيتات الموجودة في الصالة الرئيسة في مجمع إعمار في المطار القديم في جدة. هذا الأخ عرب جلال، الأخ سمير عباس. اليوم احنا صباح الأحد 27. أديكم العافية شبكة مرساي الإعلامية على تغطيتكم اليوم لمشروع إعمار الشرق الأوسط باب جدة. طبعا أول شيء الله يديكم العافية على التغطية الجميلة اللي سويتوه لنا، هي بالنسبة للوحدات السكنية الفلل اللي موجودة في مشروع ريزيدنسيز. أنا معاكم، اسمي طلال رجب، مدير المبيعات العمارة الشرق الأوسط في باب جدة في السعودية. طبعا انتظر منكم الوفود اللي إن شاء الله بإذن الله يجوا على أساس إن شاء الله يزورونا ويشوفوا الوحدات السكنية. عندنا تقريبا أكثر من 150 وحدة سكنية جاهزة، ما بين غرفتين، ثلاثة غرف وأربع غرف، والفلل اللي في الروف موجودة. طبعا بالنسبة لنظام الدفعات، إحنا تتميز عمارة الشرق الأوسط في باب جدة بسهولة في عرض أو توفير دفعات ميسرة، تبدأ من سنة واحدة إلى خمسة سنوات أو عن طريق الدفع الكاش. عندنا إطلالات طبعا جدا مختلفة. اللي يميز إعمار الشرق الأوسط، طبعا اللي يميز إعمار الشرق الأوسط باب جدة وجودها أول شيء على أربعة طرق رئيسية، اللي هو ابتداء من طريق الحرمين الخط السريع، وبعد كده الطريق الثاني اللي هو أو قربها من طريق الحرمين، خمسة دقائق تقريبا من موقع إعمار الشرق الأوسط باب جدة إلى الخط السريع طريق الحرمين، واللي بيودي على مكة، واللي كمان في موجود محطة القطار اللي بتوصلك إلى مكة في خلال 25 دقيقة، وإلى المدينة المنورة تقريبا في حدود 90 دقيقة. الطريق الثاني اللي كمان بيكون قريب من الموقع هو طريق الأمير ماجد، اللي بياخد تقريبا إلى مطار الملك عبد العزيز الجديد. بعدين في الطريق الثالث الرئيسي اللي هو طريق المدينة، اللي بياخدك من جنوب من وسط جدة إلى شمال جدة. وأخيرا طريق الملك فهد اللي هو طريق الملك. هذه تقريبا الطرق الرئيسية كلها بتفصل بينه وبين الموقع من 5 إلى 7 دقائق سواقة بالسيارة. الشيء المهم بالنسبة لإعمار الشرق الأوسط واللي بيميزه عن أي
طبعا كمان اللي يميز اعمار الشرق الاوسط وجود اعمار سكوير اللي موجود على طريق الملك عبد الله، في تقريبا 16 مطعم وكافيه. ايضا كمان في كل 3 ابراج من الموجوده في ابراج اعمار في بيكون تحت موجوده مطاعم وكافيهات. عدد المطاعم تقريبا عندنا والكافيهات اكثر من 52 مطعم وكافيه، كلها براندات عالميه او براندات محليه. حنروح الحين نشوف التفصيل بالنسبه للفاسيلتيز اللي موجوده في عمار ريزيدنسيز اللي هنا موجود. اول شيء طبعا نبدا من تحت، كل 3 الابراج كلها تشترك بوجود مواقف خاصة للسيارات ومواقف للزوار، 3 أدوار. بعد كده لو تيجي من هنا، طبعا المرافق العامة اللي موجودة عندنا زي المسابح، في مسابح بالنسبة للرجال وبالنسبة للأطفال، في بيكون عندنا موجود جيم للسيدات، في موجود فيه جاكوزي، عندنا كمان نادي صحي للرجال موجود فيه الأجهزة الرياضية. عندنا كمان الشيء اللي يميز إعمار إنه وجود كمان في عندنا منطقة الكيد زون اللي هي منطقة ألعاب للأطفال. في عندنا زي لو تلاحظ هنا كمان موجود عندنا منطقة استراحة، وفي كمان باربيكيو أريا. طبعا يميز إعمار بالنسبة لأبراجها كل برج فيه يكون موظف استقبال على مدار 24 ساعة موجود. طبعا موظف الاستقبال هذا بيساعد العملاء. بعدين عندنا في تواجد سكيورتي في كل برج من الأبراج. ولو لاحظت كمان عندنا مو بس السكيورتي موجود في كل برج، لا احنا كل منطقة عمار الشرق الاوسط باب جدة بيكون متواجد فيها سكيورتي بيدور في حول المنطقة خلال على مدار الساعة. كمان اللي يميز عمار كمان ابراجها بنهتم بكل التفاصيل. الغرف طبعا كلها ضادة للصوت او مانعة للصوت. في عندك الابواب كلها مضادة للحريق. في جهاز كشف الدخان موجود في كل الابراج. طبعا بالنسبة للموقع اللي يسأل، الموقع تبع إعمار الشرق الأوسط باب جدة، موقعنا في حي الفيحاء قريب منطقة المطار القديم. طبعا زي ما انت شايف هذه المرحلة الأولى، وهذه المرحلة الثانية اللي هي التاون سنتر، وبعدين المرحلة الثالثة. فكل مراحل تقريبا الثلاثة موجود عندنا للبيع وموجود عندنا برضو للاستثمار. طيب فكل اللي بيسأل على امتداد الشوارع، احنا موجودين هنا على طريق الملك عبد الله اللي بينتهي بطريق الحرمين وطريق الامير ماجد، بيكون برضه مقاطع له. وبالنسبه لليمين لو رحنا العكس من هنا على طريق الملك عبد الله بيودينا على طريق المدينه وعلى طريق الملك فهد. الله يديك العافيه، الله يديكم العافيه شركه مرساي الاعلاميه على التغطيه اللي سويتوها اليوم. ويصير بس مستنين ننتظر منكم زباينكم يشرفونا. وانا موجود في اي وقت تحت الخدمه. اسمي طلال رجب، مدير مبيعات لعمار الشرق الأوسط.